للمزيد من المتابعة لفعاليات قمة المناخ كوب 27 والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ، تنضم إلينا مباشرة مراسلة التلفزيون المصري سالي سلم. سالي، تحية لك، وضعينا في صورة الجلسات اليوم وأبرز الأحداث من شرم الشيخ. نعم، تحياتي لك هبة ولمشاهدينا الكرام. ما زلنا في هذه المتابعة الحية والمباشرة لفعاليات مؤتمر الأطراف في إطار الاتفاقية الخاصة بالأمم المتحدة، مؤتمر المناخ 2022، والتي تستضيفها هذه المدينة، المدينة الخضراء. ونحن هنا نتابع تحديدا من المنطقة الخضراء، هذه المنطقة التي تديرها جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية، وهي في الجهة المقابلة للمنطقة الزرقاء وقاعة المؤتمرات الرئيسية. يعني نتابع على مدار اليوم تفاصيل الجلسات التي تتم في المنطقة الزرقاء، ولكن دعيني في هذا البث الحي والمباشر نتحدث عن هذه المنطقة التي تشهد زخما كبيرا منذ دخولك من البوابات الرئيسية لهذه المنطقة. وتابعنا صباح هذا اليوم، فجر اليوم تحديدا، تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المنطقة وتجوله بكافة أرجاء هذه المنطقة، والتي تبدأ بعدد من النماذج ما يتجاوز 50 نموذج المعاد تدويرهم في إطار هذه الاتفاقية وهذا المؤتمر. هذه المنطقة هي التي تسمح للمشاركين من الوزارات المختلفة، الشباب والمتطوعين، أيضا مجتمعات ومنظمات المجتمع المدني، الجامعات، وأيضا عدد كبير من الفعاليات والمبادرات التي تطلق من هذه المنطقة. هذه المنطقة تحتوي على هذه النماذج المعاد تدويرها وتأخذ أشكال كثيرة، كلمات، هذه النماذج التي تتكون من خشبية وأيضا منتجات بلاستيكية تم إعادة تدويرها مرة أخرى، كلها تهدف إلى زيادة الوعي بالقضية المناخية. وهناك وسائل للتنقل داخل هذه المنطقة، هي أيضا وسائل صديقة للبيئة، سواء السكوتر الكهربائي أو سيارات الجولف التي تتنقل هنا وأيضا تعمل بالكهرباء، أيضا الدراجات الكهربائية. وتابعنا أيضا الجولة التي قام بها السيد الرئيس مع اللجنة المنظمة وشباب المتطوعين والتجول داخل هذه المنطقة. أيضا المنطقة تأخذ شكل قلب إنسان ويحتويه غصنين لشجرة الزيتون. هذه المنطقة أيضا تستضيف عدد من الفعاليات في المسرح اليوناني، وتأتي في إطار منتدى شباب العالم قمة المناخ، تتناول على مدار اليوم عدد من الجلسات في هذه الفترة التي ينعقد بها مؤتمر المناخ، تقام في هذا الإطار وعلى هامش الجلسات التي تتم في الشق الرئاسي. هذه الجلسات التي يتم فيها بعض الفعاليات فيما يتعلق بريادة الأعمال، الابتكار، أيضا البناء الأخضر، كيف يمكن للإنسان أن يتعامل بوعي مع البيئة، كيف يمكن للإنسان أن يكون صديق للبيئة، بحضور شباب من مختلف الجنسيات. من متاح له دخول هذه المنطقة؟ كل من قام بالتسجيل على المواقع الخاصة بالوزارات المختلفة، الحكومة، بالمواقع الخاصة بالمنطقة الخضراء. وإن لم تكن قد سجلت في الفترة السابقة، يمكن أن تأتي إلى هنا وتقوم بالتسجيل على البوابات الخارجية بواسطة اللجنة المنظمة أو المتطوعين المتواجدون في أماكن خلف أو خارج البوابات الرئيسية، تقوم بالتسجيل ويصدر لك كيو آر كود يمكن من خلاله الدخول والتجول. يعني خليني أستطلع معاكي بعض الآراء اللي رصدتها من خلال تواجدي المواطنين والشباب من مختلف الجنسيات. بمجرد الدخول، حالة من الإبهار داخل هؤلاء الشباب من النماذج الموجودة داخل هذه المنطقة. أيضا يوجد 5 قاعات، قاعات خاصة بالأجنحة الحكومية، الوزارات المختلفة، تقوم من خلالها الحكومة بعرض كافة الإنجازات في هذا الصدد، في صدد التصدي لقضية التغيرات المناخية. أيضا قاعات للجامعات، للمجتمع المدني، بعض القاعات خاصة بالأزياء بعدما تم إعادة تدويرها، بعض الأفكار بمشروعات وتكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة. تفاصيل كثيرة وزخم كبير داخل هذه الأروقة، أروقة المنطقة الخضراء. أيضا هناك بعض الأفلام التي يتم إذاعتها على المباني تتحدث عن القضية المناخية، تقوم بتعريف المتواجدون هنا بالأضرار الخاصة بالتعامل السلبي مع البيئة، نتاج وجود الإنسان والتعامل السلبي مع البيئة على الطبيعة والتعامل
التعامل الإيجابي مع البيئة في هذا الصدد. يعني تفاصيل كثيرة هبة داخل هذه المنطقة، ولكن دعيني أتحدث معك عن الحي عن ردود الفعل. ما إذا كان لك أي أحاديث تتحدث عن وقع هذا الحدث وهذه المنطقة الخضراء تحديدا فيما تضمه من أجنحة وفعاليات ثقافية على المشاركين في قمة المناخ؟ يعني كان لنا أحاديث وكان لنا تجول داخل هذه الأروقة، أروقة المنطقة الخضراء، الإضاءات والمؤثرات الصوتية والبصرية، النماذج تجذب الكثير للدخول لهذه المنطقة، حتى وإن لم يكن معه تصريح للدخول لهذه المنطقة يقوم باستصدار التصريح للتعرف من باب الفضول أيضا للدخول ومعرفة ما يتم داخل هذه المنطقة. مجرد دخولك تجد كل ما هو صديق للبيئة، كل ما هو طبيعي، كل ما هو يتم إعادة تدويره. الجميع منبهر حقيقة بهذه المنطقة التي تتاح فيها فرصة للرأي الآخر، فرصة بعيدة عن المسارات الحكومية. أيضا هبة تتواجد داخل هذه المنطقة منطقة للتظاهرات لعرض الرأي، يعني تتضمن وتحتوي وتستوعب عدد من التظاهرات التي يقوم بها الشباب للتعبير عن القضية المناخية، لتمرير أفكارهم، ليتم سماعها هنا داخل هذه المنطقة، وأيضا يتم نقلها إلى المنطقة الزرقاء ليتم مناقشتها لشباب من مختلف أنحاء العالم. الجميع يحرص على التواجد في هذه الفعاليات سواء كان مهتم بالقضية المناخية أو لا يعرف عنها شيئا ويريد أن يعرف ما يحدث داخل أروقة هذه المنطقة. نعم سالي سالم، إذن هو جسر من التواصل ما بين المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء والفعاليات التي تقام سواء على المستوى الرسمي أو حتى على مستوى منظمات المجتمع المدني والمشاركين في هذه الفعالية الكبرى على الأراضي المصرية. سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من مدينة شرم الشيخ، أشكرك.